للمزيد من المتابعة ينضم إلينا مراسل التلفزيون المصري محمود جميل. محمود، ضعني في صورة ميناء أبو سمبل النهري وأنت هناك في صورة كاملة لأوضاع الوافدين من السودان. نعم، بعد التحية، الصورة الآن في ميناء أبو سمبل، العديد من الحافلات التي وصلت منذ قليل عبر معبر قسطل من خلال العبارتين التابعتين للقوات المسلحة المصرية، وأيضا من خلال معبر أرقين. عدد من الحافلات بالفعل، يعني بها عدد من السودانيين الذين توافدوا على مدينة أبو سمبل، وإحدى هذه الحافلات انطلقت بالفعل إلى محافظة أسوان، حيث الوجهة التي سيتوجهون إليها في محافظة أسوان. ويستمر التزايد من قبل الوافدين السودانيين عبر معبري قسطل وأرقين، هذا بالإضافة إلى تواجد أيضا عدد كبير من الحافلات المحملة بعدد من المواد الغذائية المتجهة إلى السودان. فبالتالي هناك حركة متزايدة على المعبرين، معبر قسطل وأرقين، فيما يتعلق بالحافلات التي تقل المواطنين أو الحافلات التي بها عدد كبير من المواد الغذائية، وسط استمرار لكل الخدمات المقدمة للسودانيين الوافدين، بدءا من وصولهم في معبر قسطل والخدمات الطبية أيضا التي يعني يتلقونها، وأيضا عدد كبير من الخدمات اللوجستية والغذائية. حتى هنا في مدينة أبو سمبل كما يظهر من خلفي في الصورة، عدد من الحافلات الموجودة بها عدد من الأسر. نلاحظ الآن مجيء عدد الأكبر من الأسر والأطفال في هذه المدينة، مدينة أبو سمبل، وسيتوجهون إلى أطفال وإلى محافظة أخرى. هذه الأسر تحمل العديد من القصص والحكايات والروايات، ودائما نحرص على الالتقاء بهم والحديث معهم قبل كل خدمة إخبارية. فهناك عدد من المواطنين الذين تحدثوا معنا، يعني عبروا عن مدى الحفاوة والاستقبال هنا في مدينة أبو سمبل وفي كل المحطات التي يمرون بها بمجرد من معبر قسطل، أنهم اختاروا مصر دونا عن باقي الدول المجاورة، لأنهم يشعرون هنا بالأمن وبالأمان وبالسلام وبتقديم كل الخدمات لهم. كما تحدثوا أيضا عن خطورة الأوضاع في السودان، وأنه من المصانع تم إغلاقها بسبب الاشتباكات هناك، فهذا يؤدي أو يستوجب وجود عدد كبير من الشاحنات المحملة بالمواد الغذائية التي تذهب إلى السودان. عبروا أيضا عن يعني سهولة التعامل هنا مع التجار في مسألة أيضا التصدير والاستيراد، ويعني سهولة دخول هذه الشاحنات المحملة بالعديد من المواد الغذائية، ويعبرون عن كل الشكر والتقدير للسلطات المصرية في استمرار فتح المعابر وتقديم كل الخدمات لهم، سواء كانت في معبر قسطل أو حتى هنا في مدينة أبو سمبل. نعم. أو حتى في موقف كركر الدولي، هذه النقطة الهامة الأخرى التي يتم تقديم كل الخدمات للوافدين السودانيين وتسهيل عملية انتقالهم إلى المحافظات المصرية الأخرى. أشكرك جزيل الشكر محمود جميل، مراسل التلفزيون المصري من ميناء أبو سمبل النهري.